పడి పేయండి ఇక్కడ. అయ్యయ్యా మామూలుగా లేదు, అదిగోండి పడిపోయింది. تسبب الزلزال الذي ضرب وسط المغرب فجر السبت بمقتل 750 شخصا حتى الآن بحسب الأرقام المعلنة من جهات إخبارية مختلفة. وضرب الزلزال عددا من الأقاليم في دولة المغرب، وقد أصيب 320 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة، منها 70 في حالة خطرة نقلوا إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة. بدورها أكدت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال ضرب مدن مراكش والرباط والدار البيضاء وأغادير وفاس ومدنا مغربية أخرى، فقد امتد على مساحة 400 كيلومتر. وقالت وزارة الداخلية المغربية إن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة والخالية من السكان، وتجندت السلطات المغربية وسخرت كل الوسائل والإمكانيات من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار بشكل سريع. وتحدثت وسائل إعلام عن انهيار عدد من المباني بالمناطق العتيقة في بعض المدن المغربية، وتصدعت بدايات أخرى بشكل ملحوظ يؤدي إلى خطورة بالغة، مما دفع الحكومة والسلطات المختصة من عملية إخلاء سريعة لهذه الأبنية التي أصبحت على مشارف السقوط في أي وقت. من جانب آخر، تشير التقارير إلى وجود صعوبات كبيرة جدا في الوصول إلى القرى النائية في جبال الأطلس التي تدمرت بقوة من الزلزال، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر بكثير بعد الزلازل التي يقال إنها ضربت ثلث البلاد. ويستغرق الأمر أياما قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى تلك القرى التي تتكون أساسا من مباني قديمة. وحتى سكان جزر الكناري قبالة سواحل المغرب وفي الجزائر يقولون إنهم شعروا بالزلزال بشكل ملحوظ، فقد شاهدوا الأشخاص مصدومين يفرون من منازلهم، وشعر سكان مدينة أغادير وباقي مناطق مدينة سوس بالزلازل، وهرع الناس خارج منازلهم إلى الساحات الخارجية. وخلفت الهزة مزيدا من الخوف والهلع الشديدين لدى السكان، وقضوا ليلتهم في الشوارع، منهم سكان المدن والبوادي السوسية، وامتلأت الطرقات والشوارع البعيدة عن المباني بالسيارات المملوءة بالأسر، كما شوهد السكان يلتحفون أغطيتهم في الشوارع متجهين صوب الأراضي العارية، ونصب البعض الخيام لقضاء الليلة خوفا من ارتدادات الزلزال. وبدأت قوى الجيش المغربي باستنفار عناصرها عقب الهزة الأرضية، وهرعت القوات المسلحة باتجاه أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت الأكثر تضررا. وبحسب تقارير إعلامية محلية، فقد انتشرت على طول الطريق الرابط بين الدار البيضاء ومراكش أعداد كبيرة من عربات القوات المسلحة المتجهة نحو مدينة النخيل، وأسرعت العديد من الدول في إرسال المساعدات والاستغاثات للمغرب سريعا. وكان من بين الدول دولة الإمارات التي بدأت بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثة عاجلة إلى المتضررين من الزلزال، ويستعد عمال إغاثة ألمان لتقديم مساعدات محتملة للمغرب، حيث قال المتحدث باسم الوكالة الاتحادية الألمانية للإغاثة التقنية: نراقب الوضع ونستعد حاليا لمهمة محتملة، مشيرا في المقابل إلى أن المغرب لم يقدم حتى الآن أي طلب للمساعدة، ويمكن توجيه طلب المساعدة للاتحاد الأوروبي أو مباشرة إلى ألمانيا. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المغرب في تلك اللحظات الصعبة، وكتب على منصة إكس: قلوبنا مع هؤلاء المتضررين بسبب تلك المأساة ورجال الإنقاذ الذين يشاركون في عملية البحث. وأضاف أن نبأ الزلزال كان مرعبا. وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره بعد الزلزال الرهيب في المغرب عارضا المساعدة، وكتب ماكرون على منصة إكس في الطائرة التي
التي تقله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. نحن متأثرون جميعا بعد الزلزال الرهيب في المغرب. فرنسا مستعدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ. وأكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع المملكة المغربية حكومة وشعبا في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق. وأعلنت عن استعدادها الكامل على إرسال أي مساعدات وأي فرق إنقاذ تحتاجها المملكة المغربية. وقد بلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وبين أن هذه الهزة التي حدد مركزها في جامعة إيجيل التابعة لإقليم الحوز وقعت 10:11 و1:01 مساء الجمعة بحسب التوقيت في المغرب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نأمل السلامة لجميع المواطنين في دولة المغرب الشقيق. وإن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.